كما تبادل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه برقيات التهنئة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مع إخوانه أصحاب الجلالة والسمو والفخامة ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية ورؤساء الوزارات وأولياء العهود. أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بهذه المناسبة العطرة وتمنياته لهم بدوام الصحة والسعادة ولبلدانهم وشعوبهم الشقيقة مزيدا من التقدم والنمو، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.